أمضى العم عبد الإله أكثر من 40 عاما في الخدمة كأستاذ جامعي، فهو يحمل شهادة الدكتوراه في التراث والمخطوطات، ولكن خدمته الطويلة لم تجعل له نصيبا بالحصول على قطعة أرض من الحكومة، ويعمل اليوم في النجارة بعد إحالته إلى التقاعد على أمل شراء منزل لعائلته، ولكن تضخم أسعار العقار جعل هذا الأمر صعبا عليه. مدة الخدمة مالي 45 سنة، وأنا دكتور، مع الأسف لم أستلم سنتيم واحد من الدولة. تشهد الموصل أزمة كبيرة في السكن، سواء بشراء العقار الذي ارتفع سعر المتر فيه إلى ضعفين، أو بالإيجارات التي وصلت إلى الضعف أيضا خلال العامين الأخيرين. وأصبح الناس بين خيارين أحلاهما مر، فهم ما بين سندان غلاء المعيشة ومطرقة السكن. والله أسعار البيوت بالساحل أيسر نار، يعني أسم مستحيل على الفقير يعني يطيق يشتري له قطعة أرض أو يبني. البيع والشراء هسه بس بالنسبة للتجار، وإذا إضافة إلى الموظفين فقط، واللي الدولة تمنح تنطيهم منح، والمواطن العادي يعني أصحاب الدخل المحدود هذا حدث ولا حرج، ما المسألة يبني ما يبني. أما أسباب هذه الأزمة فتتلخص بعدم وجود توسعة عمرانية للمدينة منذ 20 عام، يضاف لها ارتفاع عدد سكان المدينة والهجرة من الأقضية والنواحي إلى مركز المحافظة، سواء للبحث عن العمل أو إيجاد خدمات أفضل مما هو عليه في الأطراف. المدينة تعيش بفترة تضخم كبيرة من ناحية التعداد السكاني، ولا زالت الحدود المتبقية منذ 20 أو أكثر من 20 سنة، لذلك هناك شحة بالأراضي داخل المدينة، وهناك تضخم كبير بأسعار العقار وحتى بالإيجارات. ومن جملة الأسباب أيضا هي عدم توزيع الأراضي للشرائح المستحقة مثل الموظفين والشهداء والجرحى وغيرهم من الفئات، فبات الطلب يزداد والمساحة ذاتها. تعددت أسباب الأزمة والنتيجة واحدة، أما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود فبات شراء المنازل بالنسبة لهم حلما يصعب تحقيقه. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.